انت المكاسب السياسيه ما تجنيها للحراك الميداني، وهذا السبب ان تاريخ الشعوب حاولوا بعض النخب ان يكتفون فقط بالحوار السياسي وما شابه ذلك فما نتج شيء. فلما تحركت الشعوب ولو بمستوى بسيط نتج شيء. فاحنا هنا مطلوب منا الجماعة، في بعض له قسم من المعارضة انه ينامر سياسيا دخل في الحوار. احنا اتجاههم شنو موقفنا؟ احنا كجهات شعبية موجودة على مستوى بسيط، احنا واجبنا نواصل الحراك الميداني، والشيء الاخر احنا نقف محاسبين لمن دخلوا الحوار، بمعنى المحاسبة مو المحاسبة الشخصية، لا، احنا لما ينتج شيء من هذا الحوار نطالب بعرضه علينا، ان وافقنا عليه فبها، ما وافقنا خلاص. فهو الارادة كاملة للشعب وليس لأحد غيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.